معايا عبر الهاتف واحد من أكبر المديرين الفنيين في المنطقة العربية، كابتن الكبير كابتن ماهر الكنزاري، المدير الفني الأسبق للترجي التونسي والحالي لفريق البنزرتي. يا كابتن مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجدك معنا. حبيبي الله يخليك، إن شاء الله مشكورين، وإن شاء الله تحية رياضية لجميع الشعب المصري وجميع المستمعين والمتفرجين. كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة اللي هتجمع الترجي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله؟ أكيد يعني مباراة الترجي والأهلي عبر التاريخ وفي جميع المواجهات السابقة كانت مواجهات يعني مشوقة ومفتوحة ما عدا مباريات الموسم الفارط. عموما هي مباريات التونسية المصرية دائما ما تكون فيها تشويق، دائما ما تكون فيها إثارة، دائما ما تكون فيها ندية تسابق وتلاحق في المباراة في الأهداف. على كل الترجي والأهلي من أحسن الفرق، إن لم أكن لما أقول أحسن الفرق في السنوات الأخيرة على المستوى القاري. الأهلي بطل النسخة الفارطة، الترجي النسخة الفارطة طلع من الأهلي. هذه مباراة ربما فيها نوعا ما من مباراة فارية المباراتين الموسم الفارط، لأن حقيقة الموسم الفارط الأهلي فاز على الترجي بكل أريحية وبكل سهولة على مدار المباراتين. اليوم مباراتين جدد، فريقين متغيرين على مستوى النوعية نتاع اللاعبين، على مستوى كذلك اللاعبين تم تغييرات على مستوى الأطر الفنية. على كل تشانسز يعني مفتوحة للجهتين، أعتقد باش تكون معناتها الحظوظ متساوية. المباراتين باش يكونوا حاسمين، المباراة الأولى مهمة لكن الحاسم باش يكون في المباراة الثانية. أكيد المباراة الأولى باش تكون أي فريق باش ياخذ أسبقية ربما باش تكون أسبقية ضئيلة مقارنة مع على أساس أنك تقول ترشحت وخلاص. يعني الشيء اللي صار في الموسم الفارط. كابتن ماهر، ما الاختلاف ما بين الترجي الموسم الماضي والترجي الموسم الحالي؟ والله شوف، على مستوى اللاعبين تم كواليتي احسن في الموسم هذا. يعني تم 6-5 لاعبين تغيروا مقارنه من الموسم الفارط. الموسم هذا على مستوى الدفاع، على مستوى حراسه المرمى، على مستوى وسط الميدان تم 3-4 لاعبين جدد، الهجوم كذلك متغير. يعني اعتقد 6 لاعبين متغيرين مقارنه من الموسم الفارط. الاهلي ما تغيرش كثير مقارنه بالموسم الفارط، اعتقد فقد زياده امام عاشور اعتقد وتغيير حارس المرمى مصطفى شوبير. شوبير اللي اصبح في المرمى في الموسم هذا. على كل يعني مباراة الموسم الفارط مباراة في التاريخ. اليوم مباراة جديدة ونفس الكلام اللي كنا قلناه الموسم، اللي كنا نقوله الموسم الفارط قبل المباراتين، هو انهم الحظوظ متساوية والحقيقة باش تكون حقيقة الميدان. الموسم الفارط الآلي في حقيقة الميدان في تونس كان أحسن، وكان خذا الأسبقية بطريقة معناتها فيها خبرة كثير وفيها كواليتي ممتازة من اللاعبين اللي جابوا اللقاء. الموسم هذا باش تكون ظروف مغايرة، باش تكون مباريات مغايرة، باش تكون مباريات خصوصا معناتها بحضور جمهور الترجي. يعني الموسم الفارط كان طيب في الملعب، ما كانش الترجي ما كانش فيه جماهير. الموسم هذا جماهير باش تكون موجودة، يعني اكيد باش تكون حافز للفريق. الترجي على مستوى البطولة الأفريقية يقدم أداء دفاعي كبير جدا، على العكس في البطولة المحلية في بطولة الدوري أخطاء جسيمة كثيرة على المستوى الخط الدفاعي في المباريات الأخيرة. في نظرك هل الترجي قوي دفاعيا أم لديه بعض المشاكل محتاج أنه يحلها قبل مباراة الأهلي؟ والله شوف، الترجي أو النادي حتى النادي الأهلي يعني لما يكون يلعب في البطولة المحلية
ما تكونش نفس ال السيريوس يعني، ونفس التركيز انه لما يلعب المباريات الكبيره بتاع كؤوس افريقيا يعني. اكيد نحن مع المجتمع العربي واللاعب العربي والفريق العربي يعني يكبر مع التونسي وربما المصري، يكبر مع كبر اللقاء يعني. ربما نظرة ولا تحضير المباراة الدولي ما هيش هي نفسها تحضير مباراة الكأس الإفريقية ونهائي كأس إفريقيا يعني. باش تكون تركيز أكثر، التحضير أكثر، نفسانيا باش يكون اللاعب مجهز نفسه أحسن، والأغلاط البدائية اللي يقوم بها في مباراة بطولة ما نعتقدش أنهم اللاعبين يقوموا بها في مباراة نهائي تشامبيونز ليج. على كل معناتها الفرق الاثنين حتى النادي الاهلي على مستوى البطوله ماهوش هو بيدو نفس الفريق اللي على مستوى الشامبيونز ليج، وربما السبب اللي كنت نفسر لك فيه على فيما يخص الترجي. مين في رايك ابرز اللاعبين حاليا في الترجي، ومن وجهه نظرك ايضا ابرز اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي في الوقت الحالي، لاعبين يستحقوا المشاهده في المباراه النهائيه؟ والله الترجي مجموعه ممتازه يعني، ما فيش لعيب واضح وخارج على السرب يعني، رغد خارج السرب في الايجابي. اعتقد كمجموعه وككتله محترمه جدا وممتازه يعني. ما عندناش يعني انديفيديولي، ما عندناش لاعبين فرديا على مستوى عالي جدا، لكن كمجموعه الفريق ممتاز ومحترم جدا، ويكملوا بعضهم ويلعبوا على مبارتين ان شاء الله باش يكونوا جاهزين كما ينبغي. بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد امام عاشور في المستوى معناتها اعتقد انه حاليا هو احسن لاعب في النادي الاهلي، هو مروان عطيه. الاثنين لاعبين النص هما المفتاح لاعب النادي الاهلي. طيب الموسم الماضي سمعت ليك تصريحات تتوقع فيها ان الترجي سيتخطى النادي الاهلي في نصف النهائي البطوله الافريقيه، وتخطى النادي الاهلي الترجي في نصف النهائي. هل هذا الموسم تستطيع ان تتوقع من الفائز بهذه البطوله، الاهلي ام الترجي؟ والله التوقع صعب. انا حتى الموسم الماضي في تصريحاتي ما نتوقعش ان الانسان اللي يفهم الكرة ما ينجمش يتوقع فريقين كبار باش يقول لك هذا باش يفوز. ربما دائما نعطيه نفس الحظوظ لنفس الفرق ونفس الرؤية نتاعي الموسم الفارط والموسم اللي قبله واللي قبل قبل. مواجهة الأهلي والترجي ما تحتملش حتى ترشيح لحتى فريق، هي فقط باش تكون وليدة المكان والزمان وفي وقت المباراة الأولى وفي وقت المباراة الثانية. يعني اللي باش يكون جاهز أكثر، اللي باش يغلط أقل، اللي باش يكون متحكم أكثر في أعصابه ككواليتي نتاع الفريقين. أعتقد أنهم الحظوظ متساوية. كابتن ماهر الكنزاري المدير الفني الأسبق لفريق الترجي التونسي والحالي لفريق البنزرتي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.